في يوم أمس أصبح العالم على أخبار ومقاطع فيديو تم تداولها بشكل كبير جدا عن محاولة اغتيال الرئيس السابق الأمريكي دونالد ترامب والمرشح للرئاسة الحالية في ولاية بنسلفانيا. خلينا نشوف فيديو محاولة الاغتيال ونرجع نسولف. Something they said. Take a look at what happened. أنا لا أدعي بأنني المحقق كونان ولا أدعي بأنني أفهم بأمور التحقيق وأمور الجناية وغيرها من الأمور، ولكن بوجهة نظري ودعوني أن أتكلم بوجهة نظري الآن، أعتقد أن هؤلاء هم ممثلين من الدرجة الممتازة. أنا أعتقد وأعتقد أن ما حصل لترامب هو كالذي يحصل للأطفال في العيد في العراق عندما يلعب البعض بالأسلحة، أسلحة الصشم بين قوسين، ويقوم أحدهم بضرب الآخر، وكأنما صشمة قامت بضرب ترامب. لا أعتقد أنها طلقة نارية. ما حدث هو مهزلة أو مسرحية بوجهة نظري، أكرر بوجهة نظري الشخصية، مهزلة ومسرحية حاول من خلالها ترامب العودة إلى الواجهة بل وكسب تعاطف الناس. والدليل أن الرئيس الحالي جو بايدن، خلي نسمع كلامه وش قال. Do you think this was an assassination attempt? I don't know enough to, I have an opinion but I don't have any facts. So I want to make sure we have all the facts before I make some comment. يقولون إن, إن, إن أمريكا يتم فيها تداول السلطة سلمي، ويتهمون العراق بالتداول غير السلمي للسلطة، ولكن ما نشاهده الآن هو العكس تماماً.